مراسل شبكة شام سليم، يبدو أن الأمور تتطور بسرعة في اللاذقية، وحتى أن هناك فصول جديدة لهذا الصراع بين العائلات في القرداح. ماذا يجري في القرداح منذ أكثر من 5 أيام؟ ونحن نقول أن هنالك اشتباكات عنيفة تجري ما بين عائلات كبيرة في المدينة. ومن المعلوم لكل السوريين أن مدينة القرداح هي مدينة تعج بالأسلحة. من المعلوم أيضا أنها في كل سوريا إذا أردت أن تشتري سلاحا ثقيلا نوعيا عليك التوجه إلى مدينة القرداح. الآن الاشتباكات تدور وتجري في شوارع وساحات مدينة القرداحة والضيع المجاورة لها بين كل من آل بيت الخير وآل إسماعيل ضد آل بيت الأسد وآل مألوف وآل شاليش، وهذه الاشتباكات تجددت حتى مساء اليوم. طيب، هذا في مدينة القرداحة. أما في ريف مدينة اللاذقية النظام يحاول استرجاع ما فقده خلال الأيام الأخيرة. اشتباكات عنيفة تجري في جبل التركمان في محاولة منه للسيطرة بيت فارس مجددا وسد بلوران، حيث قام بارسال تعزيزات الى تلك المنطقه ولكنها تكبدت خسائر فادحه. حتى اللحظه اسفرت عن تدمير دبابتين واعطاب مروحيه، حيث شهد الدخان من تلك المروحيه مما اضطر على الفور الى مغادره سماء المنطقه، لكنها لم تسقط الا في القرب من قريه زغرين المؤيده للانتظار. هل هذه تحولات تشي بقرب ربما انتقال رقعه الصراع هذا الى طرطوس ايضا؟ أيضا في مدينة طرطوس، مدينة بانياس القريبة جدا من مدينة طرطوس، هذه المدينة أيضا مدينة تكاد تكون شبه ملتهبة ولا نعلم ما هي ساعة الانفجار في تلك المدينة. في بيانات الجيش الحر الصادرة عن كتائب الهجرة إلى الله أنه تم تدمير الفوج 35 التابع للقوات الخاصة في ريف مدينة اللاذقية تدميرا كاملا الممتد على طريق اللاذقية جسر الشغور وعلى مسافة 40 كيلومتر. هذا الطريق أصبح الآن تحت سيطرة الجيش الحر بشكل كامل، وتم القضاء على الفوج بشكل كامل ونهائي. هذا أيضا في مدينة اللاذقية حالات واعتقالات عشوائية تجري في المدينة، كل من يشتبه به في شوارع المدينة يتم تفتيشه، حتى شكرا. النساء يتم تفتيشهم في شوارع المدينة. شكرا لك سليم العمر الناشط الإعلامي من اللاذقية.